السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في السكشن الثاني من مادة أمراض نبات. النهاردة هناخد الديزيزز اللي بتسببها البكتيريا والبلانت ديزيزز اللي بتسببها الفونجوي. بالنسبة للبلانت ديزيزز اللي بتسببها البكتيريا، البكتيريا ممكن تسبب أكتر من نوع من الأمراض. اللي علينا نعرفهم هما النكروزز، الهايبرتروفي والسكيب. تحت كل نوع من الأنواع دي هيبقى عندنا كذا مثال متقاربين إن احنا نعرفه. بالنسبة للنكروزز، النكروزز معناها موت الخلايا، يعني المكان اللي بيحصل فيه الانفكشن الخلايا بتموت. أول مثال عندنا للنكروزز هو bacterial stripe in sorghum caused by pseudomonas anthropogenes. أي عينة عندنا في المنهج مطالب إن أنت تعرف فيها أربع حاجات. إيه هما؟ أول حاجة اسم المرض، تاني حاجة الهوست أو النبات اللي حصل فيه المرض ده، تالت حاجة الأورجانيزم اللي بيسبب المرض، ورابع حاجة السيمتومز. فبالنسبة للعينة دي اسم المرض هو البكتيريال سترايب، والهوست بتاعنا هو السورجم أو نبات الذرة العويج، الأورجانيزم اللي بيسبب المرض هو البكتيريال زودومونس أندروبوجينز، والسيمتومز إن بيظهر على الورقة ليشز لونها دارك براون، بيبقى فيه زي بقع ظاهرة باللون البني الغامق زي ما في الصورة. النوع التاني من الأمراض اللي بتسببها البكتيريا هو الهايبرتروفي. الهايبرتروفي معناه تضخم، بيحصل زيادة في حجم التيشو اللي حصل فيه انفكشن أو بيحصل أوفر جروس. المثال اللي علينا هو مرض كراون جال أو فير اللي بيحصل في شجرة الكمثرى، والبكتيريا المسببة ليه هو الأجروبكتيريام توميفاسنس. اللي هو باين في الصورة عندك في شكل تضخم على غير طبيعي على سوق النبات. عينة الكراون جال اوف بير اللي هتنزل لك في المعمل. النوع التالت من الأمراض اللي بتسببها البكتيريا هي السكيب أو القشور. الأجزاء اللي بيحصل فيها infection بتنشف وتبقى عاملة زي القشرة. المثال اللي علينا هو الكومن سكيب، ده بيحصل في البوتيتو، والأورجانيزم اللي بيسببها الستريبتومايسيس سكيبس. السيمتومز بتاعتك إن على البطاطس بتلاقي فيه السكيبس أو القشور دي اللي بتظهر باللون الدارك براون. ندخل على الجزء الأكبر والأهم اللي مكمل معانا لنهاية الترم، وهو أمراض النبات اللي بتسببها الفطريات. الفطريات زي البكتيريا برضو ممكن تسبب كذا نوع من الأمراض. أول نوع من الأمراض اللي بتسببها الفطريات النكروزس أو الفروت روت، روت يعني عفن. أول مثال عندنا هو اسم المرض سيجر إند روت، والهوست عندنا البنانة. الأورجانيزم اللي بيسبب المرض دوت هو الستاكليديم سايبرومي. السيمتومز بتاعت المرض دوت جاية من اسمه، اللي بيحصل ان الجزء اللي حصل فيه انفكشن بيتحول للون الاسود، واللون الاسود دوت بيبقى عليه طبقة رمادي اللي هي السبورز بتاعت الفطر، فبيبقى شكله بالظبط عامل شبه السيجارة لما تولع والجزء اللي قدام فيها يتحول لرماد. المثال التاني اسم المرض بلوسوم اند روت، وده بيحصل في الووتر ميلون او في البطيخ. الاورجانيزم اللي بيسببه هو الفيوزاري. بالنسبة للسيمتومز ففي نهاية الثمرة الجزء الاخير منها بيتحول للون الاسود وباقي ثمرة البطيخ بيصفر.
المثال التالت اسم المرض انفلورسنس روت او بينك روت. ده بيحصل في نبات الميز او الذره. الاورجانيزم اللي بيسببه هو الفيزاريوم مينيفور. السيمبتومز جايه من اسم المرض اللي هو بينك روت، اللي بيحصل ان حبات الذره اللي بيحصل فيها انفكشن والفطر بيدخلها ويكون فيها السبورز بتتحول للون البينك او الوردي، بيبقى فيه من بره طبقه زي بودر عليها او حوالين الجرين نفسها. دي العينة اللي هتنزل لك في المعمل، بس بسبب ان هي محفوظة عندنا بقالها مدة كبيرة اللون البينك ده مش هيبقى واضح ليك اوي، بس لو ركزت هتشوف البودر اللي بتبقى موجودة دي. الجرينز الانفكتد يبقى اول نوع من الامراض اللي ممكن تسببها الفطريات هو النكروزس. الحاجه الثانيه اللي ممكن تسببها هي الليف سبوت والليف راست. الليف سبوت هو مجرد بقع بتظهر على الورقه. الليف راست بيبقى عباره عن بقع، والبقع دي بعد كده بتتحول لحاجه شبه البثور. يعني لو حطيت ايدي على مكان البقعه دي هحس ان ليها سمك، هحس ان فيه كلكعه شويه. المكان دوت بيبقى فيه سبورز. المكان ده لو اتفتح السبورز دي بتطلع وبتغطي المكان بطبقة شبه البودر. الليف راست اللي بيحصل في نبات الفيج او الفيكوس اللي هي ورقة نبات التين، ده بيسببه اورجانيزم اسمه يريدو فيتشي او فيزوبيلا فيتشي. الاورجانيزم ده هو نفس الاورجانيزم بس ليه تسمية قديمة وتسمية حديثة. بيظهر عندي ازاي؟ بيبقى عبارة عن براون سبوتس موجودة على الورقة. ده شكل ورقة النبات في الطبيعة، هتلاقي جوار نزلك في المعمل ليها. الوايت راست اوف ارتيتشوك اللي هو نبات الخرشوف، ده بيسببه اورجانيزم اسمه لاموريا سيناري. ودي العينه اللي هتنزل لك في المعمل، دي مش ورقه الخرشوف اللي انت بتاكلها، الخرشوفه نفسها اللي حضرتك بتاكلها بتبقى متشاله على الساق بتاعه النبات، وساق النبات بيبقى طالع منها اوراق. دي الورقه اللي بتبقى طالعه من ساق النبات. المفروض المرض اسمه وايت راست، يعني على الورقه هلاقي زي ما يكون في بقع او بودر ابيض. هي هنا ظاهرة عندنا باللون البني او الاسود عشان دي العينة اللي هتنزلك في المعمل محفوظة عندنا لمدة طويلة، فاللون الابيض ده راح منها. بالنسبة للليف سبوتس، اول مثال عندنا هو الليف سبوت اوف سبينيتش، ده بيسببه اورجانيزم اسمه تيروسبوريان فاريبول. السيمتومز بتاعته بيظهر على ورقة نبات السبانخ بقع باللون البني او باللون الاسود. الليف سبوت اللي بتحصل في البينات او ورقة نبات الفول، ده بيسببها اورجانيزم اسمه سيركوسبورا بيرسوناتا. السيمتومز بتاعته بيظهر على الورقة بقع باللون البني حواليها زون باللون الاصفر. بلاك ليف سبوت بيحصل في نبات الكرنب او الكابج. الفطر اللي بيسببه اسمه الترناريا بريسيكا. السيمتومز بتاعته من اسمهم بيظهر على شكل بقع سودا على ورقة النبات. الليف سبوت اللي بتحصل في الرايز بيسببها فطر اسمه هيلمينسوسبوريوم اورايزا.
وده بيظهر على ورقة الرز على شكل بقع بنية. آخر مثال عندنا النهاردة هو شوت هول، ده بيحصل في الألموند أو ورقة نبات اللوز. الفطر اللي بيسببه اسمه سيركوسبورا سيركمسيسا. السيمبتوم بتاعته بتظهر على شكل هولز في الورقة. اللي بيحصل عندي ان السبوت بتتكون الأول، وبعد كده المكان بتاعها بيفضى، الخلايا اللي فيه أو التيشو اللي فيه بيقع، فتبان عندي زي ما تكون الورقة فيها هولز أو الورقة مخرمة.